stations to stop Spider-Man. You are me? Our cover's blood. We leave in 15 minutes. This is your last ride. Maybe this is the end. I want you all to know that I'm grateful to fight beside my friends. Incinerate them. I just want to go home, and I'll be with you. السلام عليكم جميعا اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم في اسبوع جديد من اليو اس بوكس اوفيس توب 10. وفي حلقه النهارده هنتعرف على افضل 10 افلام تحقيقا للايرادات في شباك التذاكر الامريكي وتقييم وتصنيف كل فيلم. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نبدا. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. ونبدا بالمركز العاشر، وفي تاني اسبوع عرض ليه فيلم الاكشن كاندهار. الفيلم حصل على تقييم 6.2 على موقع اي ام دي بي باجمالي تصويت 1600 صوت، وحصل على 82% من تقييم الجمهور وعلى 47% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الاسبوع ده ايرادات $765,000 في السينمات الامريكيه، وحقق 4,712,000 اجمالي ايرادات في السينمات الامريكيه والعالميه. وفي المركز التاسع، وفي تاني اسبوع عرض فيلم الدراما الكوميدي يو هارت ماي فيلينج. الفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع اي ام دي بي باجمالي تصويت 1300 صوت، وحصل على 62% من تقييم الجمهور وعلى 95% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الاسبوع ده ايرادات $770,000 في السينمات الامريكيه، وبكده يكون حقق اجمالي ايرادات $3,088,000 في السينمات الامريكيه والعالميه. The whole world is falling apart and this is what's consuming you. Mom, you're not helping. I love you. Oh, okay, well, never mind. أما المركز الثامن، وفي تاني أسبوع عرض ليه فيلم الأكشن الكوميدي ذا ماشين. الفيلم حصل على تقييم 6.6 على موقع أي أم دي بي بإجمالي تصويت 3000 صوت، وحصل على 88% من تقييم الجمهور وعلى 25% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $1,800,000 في السينمات الأمريكية، وحقق $8,786,000 إجمالي إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية. If you try to run. He's going down. Seth, why are you talking all fast like you're on speed or something? Because I'm on speed. More drugs. في المركز السابع، وفي تاني اسبوع عرض ليه الفيلم الكوميدي About My Father. الفيلم حصل على تقييم 6.1 على موقع اي ام دي بي باجمالي تصويت 1400 صوت، وحصل على 80% من تقييم الجمهور وعلى 34% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الاسبوع ده ايرادات $2,100,000 في السينمات الامريكيه، وحقق $9,263,000 اجمالي ايرادات في السينمات الامريكيه والعالميه. My father has an old Italian saying, family isn't one important thing, it's everything. I can't believe you put this all together from what we have in the kitchen. It's artichoke and poultry. Salute. وفي المركز السادس، وفي تسع اسبوع عرض ليه فيلم الانيميشن ذا سوبر ماريو بروس موفي. الفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع اي ام دي بي باجمالي تصويت 133,000 صوت، وحصل على 96% من تقييم الجمهور وعلى 59% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الاسبوع ده ايرادات $3,400,000 في السينمات الامريكيه، وبكده يكون حقق اجمالي ايرادات في 9 اسابيع عرض $1,300,000,000 في السينمات الامريكيه والعالميه. وفي المركز الخامس، وفي ثالث أسبوع عرض ليه الجزء العاشر من سلسلة أفلام السرعة والغضب The Fast X. الفيلم حصل على تقييم 6.3 على موقع اي ام دي بي بإجمالي تصويت 38,000 صوت، وحصل على 87% من تقييم الجمهور وعلى 54% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $9,200,000 في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض $603,269,000 في السينمات الأمريكية والعالمية.
This is your last ride. Maybe this is the end. But you know what? I smell magic. أما المركز الرابع وفي خامس أسبوع عرض ليه الجزء الثالث من سلسلة أفلام Guardians of the Galaxy. الفيلم حصل على تقييم 8.2 على موقع IMDb بإجمالي أصوات 158 ألف صوت، وحصل على 95% من تقييم الجمهور وعلى 81% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 10,200,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في خمس أسابيع عرض 780,111,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. Fly away together into the forever. وفي المركز الثالث وفي أول أسبوع عرض ليه فيلم الرعب والغموض The Boogeyman. الفيلم حصل على تقييم 6.2 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 3300 صوت، وحصل على 67% من تقييم الجمهور وعلى 62% من تقييم النقاد. الفيلم حقق إيرادات 12,300,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات 20,000,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. وفي المركز الثاني وفي ثاني أسبوع عرض ليه فيلم الفانتازيا The Little Mermaid. الفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 66,000 صوت، وحصل على 94% من تقييم الجمهور وعلى 68% من تقييم النقاد. الفيلم حقق إيرادات الأسبوع ده 40,600,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض 326,707,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. وفي المركز الاول والمتصدر البوكس اوفيس في اول اسبوع عرض ليه فيلم الانيميشن سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس. الفيلم حصل على تقييم 9.1 على موقع IMDb باجمالي تصويت 56,000 صوت، وحصل على 96% من تقييم الجمهور وعلى 95% من تقييم النقاد. الفيلم حقق ايرادات 120,500,000 دولار في السينمات الامريكيه، وبكده يكون حقق اجمالي ايرادات في اول اسبوع عرض ليه 208,600,000 دولار في السينمات الامريكيه والعالميه. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. Can this day get weirder? وبكده خلصت حلقتنا للأسبوع ده. فإذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.